اخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا معكم في قناتنا حيان تي في، وفي فيديو جديد. فيديو اليوم غادي نهضروا على الخلاص ديال التيسير او الدعم المدرسي ديال التيسير اللي دايره الدولة او وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، يعني التلاميذ. اذا تبعوا معنا الفيديو للنهاية باش نقدم لكم معلومات حول هذا البرنامج وحول الجديد اللي طرأ. نعتذر عن يعني إنارة ضعيفة نوعا ما، يعني في منزل أحد الأصدقاء، يعني ماشي في مقر العمل، ولا يهم يعني الديكور الذي ورائي قدر ما يهم المعلومات التي سأدلي بها. يعني المرجو الإنصات والاستماع، وقبل ذلك لا تنسى الاشتراك ودعمنا بلايك لنستمر في المزيد وتقديم المعلومة والإفادة حصريا على قناة أحيان تي في وحصريا في المغرب. حصريا في المغرب، لماذا أقول حصريا في المغرب؟ لأنني أتيك بالمعلومة من وسط الزوبعة أو من مقر العمل، يعني لا تسقط عليه المعلومة هوائيا، يعني مثل ما يفعل باقي الإخوان مع احترامتي لهم. يعني فقط يذهب للموقع الإلكتروني ويجلب معلومة من هنا ومن هناك ثم يقدم لك موضوع. أنا لا أشتغل صلب الموضوع، يعني كأنه أحد المسؤولين يقدم لك المعلومة من داخل مقر العمل أو من داخل الوزارة في برنامج تيسير. شبان لكم في اللغة العربية. المهم الإخوان، نهضروا على برنامج تيسير. هو واحد دعم يعني دارته الدولة، دارته فقط في المناطق ديال المبادرة الوطنية، بحال مثلا إقليم شفشاون راه كاين الدعم. بالنسبة للمدن كيستافدوا منه غير الناس ديال السبعة تل التسعة، ما كيستافدوش منه الناس ديال الابتدائي، يعني التحضيري الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، ما كيستافدوش منه في المدن، كيستافدوا منه غير في المدن، غير الناس من السبعة للتسعة. هو الدعم دارته الدولة على حسب أن ذاك العيال ما يكونش الهدر المدرسي في إطار محاربة الهدر المدرسي إلى غير ذلك. ما علينا، قبل كان كنمشي لعند المدير كيعطيك التوصيل ديال الخلاص وكنمشي تخلص. هذا كيكون هو على ما اعتقد على ثلاثة اشطر او شطرين. دابا لا، دابا داروا واحد يعني بوابة جديدة، يعني كما كنلاحظوا المغرب غادي في الرقمنة، يعني في الرقمنة ديال الادارات كاملة او في الرقمنة ديال جميع التخصصات، سواء المحاكم سواء الكوميساريات سواء يعني بزاف، يعني الرقمنة. يعني كما كتلاحظوا واحد النقطة غادي نهضر عليها، ان هذه الرقمنة كتأدي كتخفف العبء على الدولة، يعني كتخفف العبء وكتوفر واحد الميزانية كبيرة للدولة. انا اعطيكم مثلا كيفاش، يعني هذه الرقمنة كتنفع الدولة كتنفع اولا في المخابرات وفي الامن وفي حماية النظام الداخلي، هذه رقم واحد. عاد توفير المعلومات على المواطنين، كيف ذلك؟ دابا ملي كيديروا كيرقمنوا كل شيء، جميع الادارات في المغرب، اي وثيقه باغي تجيبها خصك تسجل في الموقع. فبذلك يعني هذا الرقم انا شنو كتساهم، يعني كيجمعوا عليك واحد الكم ديال المعلومات، كيعرفوا شكون انت، المهم شكون انت، في خالق، شكون يما، شكون بابك، كذا كل شحال كتنفس في النهار، المهم كل شيء. علاش دابا مؤخرا ولا البطاقه الوطنيه فيها الغرامه، يعني ولاو يعني ديك المعلومات كاملين كيرتبطوا بش ديك الشبكه ديال المعلومات كاملين كتجبد في الرقم ديال البطاقه الوطنيه. البطاقه الوطنيه يعني مثلا انت مشيتي مثلا سجل عقاري، كيضرب رقم البطاقه الوطنيه كيعرف، كيطلع له كلشي، قلت الخلق ازديت في مقيد في واش عندك شي حاجه في المحكمه، فوق زوجتي، فوق طلقتي، شحال دلعي. يعني البطاقه الوطنيه يمكن له يعرف كل شيء، غير رقم البطاقه الوطنيه نعرفوك على الصعيد الوطني شنو عندك كامل، فين كنتي العام اللي فات، فين سافرتي السيمانه اللي فاتت، شنو تغديتي البارح. كنهضر معكم راه قليل اللي ما عرفش هذا الشيء، شنو تغديتي البارح، شنو تغديتي، شنو تعشيتي البارح، يعني غير من البطاقه الوطنيه. علاش ولات دابا فيها الغرامه؟ خرجنا على صلب الموضوع، ولكن ماشي نكملوا. علاش ولات فيها الغرامه الا كانت هذه القضيه، ولا اذا كانت ما عندكش ما هزيتهاش معك او خليتها في الدار، هذه الغرامه باش تهزها معك باش كيضربوها تمتم في البلاصه. دابا مثلا غير رقم البطاقه الوطنيه، بغيتي تبيع شي دار ولا شي طوموبيل مثلا، كيسالوا لك اسيدي شي ضريبه ولا شي مخالفه كطلع لهم تما، شحال هذه؟ لا شحال هذه، مثلا بغيتي تبيع دار كتمشي تبيع عادي، واخا عليك 20 د المخالفات ولا هذاش النظام ما مرتبطش، ما كاينش الشبكه المعلوماتيه،
يعني هذاك اللي بيوثق لك باش كتبي هذيك الدار، خاصو يمشي تا للكوميساريه وتشوفوا ان هذا فلان واش على شي غرامه بنقطعوها له قبل ما يبيع الدار ويسلث. دابا لا، دابا حصلتي قطي، عندك مخالفه، ضربتي واحد خانا في كازا، عندك مخالفه في الصنطه ولا كذا، باغي تبيع الطونوبيل تخلص ديك المخالفه، باغي تلقى لك واحد الضريبه 2023 تخلصها، راسك ما عندكش مخلص تخلصها عاد تبيع الطونوبيل. يعني ما غتزهقش، يعني دابا من دابا ديك القضيه ديال السليثه وكذا وديك 100 درهم والرشوه، لا غير خلص القوانين ديك يا عمي صافي، ما بقى بولا مع الدوله، الاتحاد المدني ما عيقش بهالقالب هذا. ما علينا، نرجعوا للتيسير، هذه غير معلومات، هذه ديروها حلقه في اذنيكم كما كيقولوا المصريين، او لم ترقى في الراس، هذه خصك تحافظها. دابا مشى هذيك زمن الرشوه، الله عليك ما يعقلوا، باقي الرشوه ما غتمشيش، هذه مؤكد، ولكن دير سيدي المسائل القانونيه ديالك باش تعيش مرتاح، لان الا ما درتيش المسائل القانونيه وخاطر الرشوه في اللي ثنا الغدا بعض واحد حصل. دابا في هذا التيسير خلاو ان الناس يعني ما يبقاش داك الضغط والاكتظاظ على البريد كما كتلاحظوا، المدير ما بقاش كيعطي داك الكود، يعني انت مشي سجل لراسك، الاطفال اللي مسجلين عندك اوتوماتيكمون هذيك غيجي الكود ديالها في البريد، ولكن الا بغيتي انت مثلا تسجل في شي وكاله اخرى قريبه عليك، مثلا كاش بليس، لانا كاش وفا، كاش هذا التسهيلات الى غير ذلك، كتمشي تسجل عادي، كتمشي تسجل تما عادي، كتعاود لهم اعاده التسجيل. اما بالنسبه للاطفال اول مره اللي التحضير الثاني او ما عمرك سجلته، هاك ضروري خصك تعاود تمشي تسجلو من الاول، خصك ضروري مؤكد تمشي تعاود تسجلو في كاش بليس وفي ما بغيتي، المهم كتفتح الحساب كتمشي تعاود تسجلو تما، فهمتوا يعني شنو شكون هما اللي الزامين انك تسجلهم؟ هما الاطفال اللي اول مره ما عمرك سجلتيهم، الاطفال اللي سبق لهم استافدوا، الا بغيتي تعاود تسجلهم سجل، ما بغيتيش كتخليهم يستافدوا على البريد، ولكن من الاحسن مشي عاود تسجلهم، وعندك الحق في ثلاثه ديال الاطفال. بالنسبه للمجال القروي من التحضيري تال التاسعه غادي يمكن لك تسجلهم، الوسط الحضاري غير من السبعه للتاسعه، هذو هما الناس اللي غادي يستافدوا. بالنسبه للاستفاده غدا ان شاء الله، غدا الخميس 12 في الشهر واحد غتكون بدايه الاستفاده، الناس اول الخلصه الاوليه بعد النظام اللي داروا جديد، غادي يولي يجي كود، سمعوا معايا، غادي يولي يجي الكود، فهمتوا كيفاش؟ غادي يولي يجي الكود كل وكاله والكود ديالها، يعني بحال مثلا كاش بليس غيجيك الكود 14 ديال الارقام كيبدا 22، كتجيب داك الكود والرقم دمصار العيال، او يجيك ميساج بان خصك تمشي تخلص، وكتجيب البطاقه الوطنيه، البطاقه الوطنيه والرقم المصر ديال العيال، ركزوا معايا، البطاقه الوطنيه والرقم المصر ديال العيال والنمره ديال التليفون، اتونسيون نمره التليفون كنعطيه من السيد اللي في الوكاله، وكيدخل معلومات الا كانوا الفيسا ديك تما كيجيب دم لك من الحساب ويعطيهم ليه. هذه المرحله الاوليه، في المرحله الثانيه في الشطر الثاني والحساب والفلوس غادي يجيو لك في الحساب اللي فتحتي في ديك الوكالات، غادي يدخل لك مباشره الفلوس ديك الوكاله، يعني غتجي غير البطاقه الوطنيه والنمره، غتقول له انا فلوس ديال المنحه ديال تيسير، غادي يضرب طق طق يسيب عندك قد قد في الحساب، يمكن لك تسلل الفليسات ديالك وتمشي بحالك. هذه يعني المعلومات اللي كاينه حول تيسير. بالنسبه للنظام علاش تلقوه، كان تلقوه يعني قالوا بانه تلقوا واحد في 12 2022، وما خدمش، ما كانش خدام حتى شي 15 ولا 20 عاد خدم، ولا كيخدم ثقيل ومتذبذب، ويعني بداو كيديروا فيه اصلاحات وميزانجورات باش كيحلوا ديك المشاكل اللي وقعوا. دابا الحمد لله راه تطلق مزيان، بالنسبه للحاسوب راه ما خدامش، ماشي ما خدامش، راه خدام، يعني الا كان عندك جهاز الحاسوب غادي يمرثك في الخدمه، يعني خصك تدخل مثلا اللي عنده ثلاثه ديال العيال تيدخلوا العيل الاولي وتدخلوا المعلومات كاملين للراميد وفوتوكوبي لا كارت والحساب والرقم ديال الحساب، عاود دير خريج، عاود رجع. بالنسبه للهاتف لا، الهاتف الامر سهل، ديروا ان شاء الله شي فيديو يعني الطريقه ديال الهاتف، يعني الطريقه سهله، كاين الاخوان اللي شرحوها، فقط انا بغيت نشرح المعلومات حول يعني معلومات عامه، يعني باش ما يبقاش الانسان تالف. هذه فقط هي المعلومات اللي كنحتاجو في تسجيل البطاقه، ارقام مصر ديال العيال، حدود ثلاثة ديال العيال، كنفتحوا لك الحساب في الوكاله. بالنسبه حنا انا باك العمل يعني كاينه كاش بلس، يعني كنفتح فيها الحساب وكنعاد لك المسائل ديالك وكتمشي ماضي، وان شاء الله غدا الخميس غادي يبداو بدايه التسجيل.
بدايه الاستفاده، يعني ماشي غيستافد كل شيء، ماشي كل شيء غيجيه الميساج في ديك النهار هذاك، يعني تتابع. اذا ما تنساوش الاشتراك معنا في القناه والدعم ديالنا، ومعلومات كتسموها حصريه على القناه، نعم يعني اقولها وحصريه على القناه، خا ما كاينش مشاهده بزاف، ولكن كنفيدكم معلومات الناس اللي كتشاهد هذا الفيديو هذا، يعني راه محظوظين، يعني محظوظين باش بان معلومه، يعني على طبق من ذهب تقدم لك المعلومه، فقط كتعمر 10 دراهم الكونيكسيون امريا في القهوه كتفرج وكتستافد معلومه، لان انت ما غاد كما نقولوا ما عايش في وسط الميدان باش باش تعرف داك المعلومه. هذا هو الفرق. اذا المهم شكرا لكم على المشاهده، ولقاء جديد ونقاش جديد وفيديو جديد وموضوع جديد.